صراحة أنا سعيد جدا بحضور اليوم لهذا المعرض ولهذا العمل الخيري يعني Survivors. حضر المعرض حاتم عمور الذي قرر المشاركة في أي فعالية تخص مرضى السرطان. أنا أمي توفت بمرض يعني السرطان وعندي الله يرحمها وعندي يعني تأثير من هذا يعني الناس اللي يكونوا مرضى السرطان الله يحفظ كل الناس في العالم. أنت لسه جميلة لسه عايشة ولسه حسنة. ولم يكتف الفنانون التشكيليون بعرض لوحاتين في المعرض بل قاموا ايضا بالتنظيم. كل التنظيم الفعاليه كلها كان كل يعني الفنانين شاركوا بمبلغ مادي، هذا المبلغ 40% لمرضى السرطان، وكل مدخولات اللي دخلت اللي احنا جبنا من سبونسرز 40% لمرضى السرطان الهلال الاحمر بالتعاون مع الهلال الاحمر وحكومه دبي الاسلاميه للشؤون الخيريه، وكذلك اي لوحه حتنبع او اي شيء حيكون البيع تبعه 40% لمرضى السرطان. معركة فكن أنت البطل بالإيمان بالقوة بالتحدي بالصبر وبالإيجابية كلنا هاشتاك سيرفايفرز. وأصرت جيني إسبر أيضا على الحضور. أول شيء أنا بحب كثير الفن وبحب اللوحات التشكيلية، بس السبب الأهم أكيد هو دعم مرضى السرطان. يعني بشكل يعني محزن نحن عم نشوف الأعداد العالم اللي عم تمرض بهالمرض عم تتزايد يوم بعد يوم. وجيني لا تختلف تجربتها مع السرطان عن حاتم. للأسف أنا خسرت ماما بهذا المرض، فأكيد أنا كتير بتعاطف مع أي مبادرة تجاه هذا المرض. ومن هنا جاء قرارها بدعم كل محاربين المرض. مرضت ماما، وفاة ماما كتير غيروا فيني وكتير أخذوا مني شيء يعني من جزء مني، جزء كتير كبير. فمشان هيك أنا دائما بحاول قدر الإمكان أي شيء له علاقة بهذا المرض البشع أنه أقدر أقدم شيء حلو بالمقابل. افرح وعيش انت غني علينا اوعى تحزني.